اهلا بحضراتكم من جديد. دلوقتي جه ميعاد فقره ترند اونلاين وهنطير من خلالها للندن عشان يكون معانا المهندس سيد فاروق المستشار التقني السابق لنادي مانشستر يونايتد والمستشار التقني لبعض الانديه الانجليزيه حاليا. يا باشمهندس منورنا، اخبارك ايه؟ مساء الخير يا استاذ امير، واهلا بيك واهلا بمشاهدينك الكرام. اهلا بيكم، نورنا على شاشه قناه النادي الاهلي. انا عايز اتكلم معاك في جانب مختلف شويه بعيدا عن الفنيات، والدوري الانجليزي اكيد هنتطرق ليه وبدايته بالامس تحديدا، لكن عايز اتكلم عن مدى تاثير غياب الجماهير عن الملاعب في بطوله الدوري الانجليزي، ومدى تاثير الجزئيه دي تحديدا على الرابطه وعلى الانديه نفسها وعلى الجمهور نفسه كمان. هو التأثير كبير جدا، لأن في خسائر كبيرة بالنسبة للأندية الإنجليزية. البريمير ليج كان عامل اعتراض شديد اللهجة أول امبارح مع الحكومة البريطانية عشان حددوا 1000 يعني 1000 مشجع بس بالنسبة للاستادات خلال شهر سبتمبر، واحتمال يبقى أكتوبر كمان. في وسط الاعتراض دوت البريمير ليج أعلن إن مجموع خسائر الأندية بالنسبة في البريمير ليج حوالي 100 مليون جنيه استرليني في الشهر. يا لهوي، رقم كبير فالخسائر جدا كبيرة كبير جدا طبعا. جدا. فالخسائر كبيرة جدا وكل الناس متأثرة. يعني حتى في أندية كمان عملت لاي اوف لناس كتير، حطتهم يعني ما بقاش في الوظائف ديت، فاضطروا يتخلوا عن موظفين كتير. يعني في حاجات كتير جدا متأثرة طبعا. الخدمات اللي بتتعمل في الاستادات، حضرتك ممكن يعني فاهم الحاجات اللي احنا بنقدمها للجماهير، حوالي 8 خدمات تقريبا. الثمان خدمات دولت تقريبا كلهم واقفين، والثمان خدمات دولت هم عبارة عن ايه تقريبا يا باشمهندس؟ عبارة عن ايه الخدمات دي؟ الخدمات دي بتبقى عبارة عن الريتيل اللي هي المحلات بتاعت البيع والكلام دوت، الانترتينمنت اللي هي الحاجات الترفيه اللي موجودة في الاستاد، الاكسس كنترول بتاع الاستاديوم اللي هي إدارة البوابات والجراجات والكلام دوت، التيكتينج طبعا كله واقف ما عدا المفاوضات مع الناس اللي هم عندهم تذاكر موسمية طبعا، الفود اند بافريج الأكل والشرب، السكيورتي، الضيافة، في كمان الميديكال سيرفيس كمان. فكل الكلام ده واقفه، كل أكيد. الخدمات ديت واقفه، فطبعا موقفه حال ناس كتير جدا. وطبعا الريفينيو بتاع الماتش داي الموجود في بالنسبه للانديه الانجليزيه حاجه مهمه جدا جدا. يعني حضرتك قيمه التذاكر بالنسبه لماتش واحد بتعدي تقريبا 2 ل 3 مليون استرليني في الماتش الواحد ده، بالنسبه يعني طبعا حسب سعه الاستادات. تمام يعني نادي زي مانشستر يونايتد عنده اكبر استاد في انجلترا طبعا، اولد ترافورد. مخصوص لنادي، يعني اكبر استاد مملوك لنادي. الخسائر كبيره جدا طبعا، يعني بتوصل لحوالي 5 مليون جنيه طيب، استرليني لكل ماتش. ازاي بيتم التخطيط دلوقتي او التنسيق ما بين رابطه الانديه المحترفه في انجلترا والحكومه البريطانيه بخصوص عوده الجماهير؟ ازاي ممكن يكون التفكير بيفكروا في الجزئيه دي؟ ازاي يقدروا يرجعوا الجمهور للملاعب حتى في ظل تواجد فيروس كورونا وتفشي هذا الفيروس؟ والله الحكومة البريطانية حددت حوالي 1000 مشجع بس بالنسبة لكل مباراة، لكن العدد دوت هيكبر طبعا حسب النتائج بتاعت التيستس اللي موجودة. من حوالي شهر تقريبا، كام أسبوع تقريبا، كان أول مباراة ودية ما بين برايتون وتشيلسي، وده اتحدد فيها حوالي 2500 مشجع بس. والحاجات دي بتبقى زي بايلوت كده، يعني تيست بالنسبه لازاي الجماهير، ازاي الاستادات هتدير الجماهير، وازاي الجماهير تقدر تدخل وتخرج في حدود امنه علشان التباعد الاجتماعي والكلام ده كله. وطبعا الاوبريشن بتاعت الاستاد نفسه لازم تتغير، عدد الناس اللي ممكن يدخلوا الحمامات مثلا، يعني ده كان مثال بسيط، بيبقى محدود، ما يقدروش ان هم يبقوا ناس كتير في مكان واحد. طبعا في ستيشنز كتير لكل اللي فيها السانيتايزرز والكلام ده اللي هي المطهرات، لازم يبقى في مترين ما بين كل مشجع والتاني. الرصه بتاعت الناس في الاستاد نفسها لازم تبقى رصه مختلفه، ودي ليها كونسيكونسز كتير قوي. يعني اكيد، يعني ازاي اداره التذاكر بتاعت الانديه عندها مشكله كبيره جدا اليومين دول، لان طبعا معظم
الانديه هنا بتبيع تذاكر موسميه، أكيد والتذاكر الموسميه السعه بتاعت التذاكر الموسميه بتكون نسبها كبيره جدا بالنسبه لسعه الاستاد. فحاليا في مشاكل كتيره جدا بالنسبه للناس بتوع التذاكر لكن في خليني اقول كل لك يا نادي. باشمهندس، يعني رغم كل الخسائر الماديه دي لكن بنشوف في بعض الفرق الانجليزيه بتعمل تعاقدات ومبالغ كبيره، يعني مثلا ابرزهم تشيلسي النهارده السنه دي عاملين صفقات كتير جدا مميزه ومبالغ كبيره، ازاي بيقدروا يعوضوا الفارق ده خصوصا في ظل هذه الازمه؟ هو تشيلسي بالتحديد كمان هو يعني كان عنده مشكله في التعاقدات السنه اللي فاتت كان محوش وعملش يعني، كان محوش فكان هو كان بحوش، فنزل عشان كان كان كل موجود اللعيبه في الكويسه فترة اللي في السوق انتقالات، تقريبا يعني يعني. في فترة من فترات الانتقالات عشان بس الجمهور يبقى واضح معانا او واخد باله، يعني ان كان في فترة من فترات الانتقالات اللي هي اللي فاتت تحديدا كان واخد متعاقب الايقاف عشان جزئية اللاعب المالي النظيف يعني، فبالتالي هم كانوا عندهم كده كده فلوس مخصصين للتعاقدات، فيعتبر التعاقدات اللي بيعملوها السنة دي لفترتين مش فترة واحدة. بالظبط، وفي نفس الوقت هي العمليه عامله يعني مقفوله زي الدومينو، لو اللي داخل لك هو اللي انت بتصرفه علشان قواعد اللعب النظيفه، فهي الفلوس دي اوريدي كانت موجوده لان هم عندهم فلوس هزل من السنه اللي فاتت وما عملوش اي تعاقدات، فبالتالي في الموسم دوت واخدين حريه كبيره في موضوع التعاقدات لان الفلوس اوريدي موجوده. لكن أندية تانية مثلا زي يونايتد وأندية زي أرسنال والأندية التانية عندها خسائر كبيرة ومحدودة في الصرف كمان، لأن هم الإيرادات بتاعتهم اتأثرت السنة اللي فاتت، وبالتالي حتى أسعار اللعيبة بتاعت السنة دي مختلفة تماما عن السنة اللي فاتت. يعني أكبر حاجة ممكن تشوفها السنة دي ممكن يكون سانشو مثلا رايح يونايتد. مثلا ده كان كلام كتير جدا طالع ان سانشو ممكن يروح مانشستر يونايتد، واعتقد لسه مفاوضات قائمه رغم ان اتجاه سولشير دلوقتي راح ناحيه جاريس بيل نجم ريال مدريد، خصوصا ان جاريس بيل يعني مش مرغوب فيه في ريال مدريد. طيب دي جزئيه كانت مهمه جدا، بس عايز اختم معاك جزئيه عوده الجماهير بسؤال مهم، هل تم تحديد موعد مبدئي لعوده الجماهير للمدرجات في البريمير ليج ولا لسه الموضوع ده محل دراسه يعني بالنسبه لك؟ لا، في ميعاد محدد من قبل ما يبدأ الموسم، هو يوم 2/10/2020. ده أول يوم المفروض إن الجماهير تبدأ ترجع، لكن طبعا تحديد العدد نفسه هو ده كان الاختلاف ما بين البريمير ليج وما بين الحكومة البريطانية حتى الآن. حتى الآن لم يتم الاستقرار على الجزئية دي. طيب بالظبط. خليني أروح معاك للقطة كانت مهمة جدا، لقطة محمد صلاح امبارح وهو بيحتفل بنفس احتفال مؤمن زكريا كتدعيم معنوي بالنسبة للاعب ودعم كبير جدا، ومدى تأثير احتفال محمد صلاح على الجماهير في إنجلترا على الصحف الإنجليزية وأنت متواجد هناك عايش في لندن، فاحكي لنا حجم تأثير اللقطة دي اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي على الشاشة بالنسبة لمحمد صلاح ودعمه المؤمن زكريا. هو اللقطة طبعا كان ليها صدى كبير، ويعني حتى الجرايد النهارده كتير بتتكلم عنها، لأن المشاهد العادي في إنجلترا طبعا مش هيفهم اللقطة ديت من الأول، لكن الناس اللي على تويتر وعلى السوشيال ميديا وجرايد وصحفيين بدأوا يتنبهوا الموضوع ده. فالجرايد النهارده طلع الصبح بتتكلم كتير عن لقطة صلاح، هي لقطة إنسانية كبيرة جدا، وطبعا ربنا يشفي مؤمن طبعا يا رب ان ويرجعوا شاء لينا الله. إن شاء الله. يعني في صدى كبير، الناس بتتكلم عنها، وهو احنا متعودين من صلاح يعني بيبقى دايما متواجد في الحاجات الإنسانية، الحاجات المهمة، بحاجات هو ما بيتكلمش فيها، يعني هو ما بيقولش، هو بي بي بيبقى بيعمل وبيسيب الناس تفسر يعني. بالظبط. وأكيد يعني صلاح عليه اهتمام كبير طبعا، لأن يعني حتى امبارح المباراة بتاعت امبارح كانت مباراة تاريخية بالنسبة لصلاح وليفربول وليدز، بالظبط يعني صح، في شوية أرقام ناحية كده الأرقام ممكن أقولها القياسية لك. طبعا يا ريت نتكلم فيها، وتحديدا فيما يخص محمد صلاح لأن امبارح يعتبر تاني لعيب في تاريخ البريمير ليج يقدر يحرز أهداف في المباريات الافتتاحية بالنسبة لفريقه يعني بعد شيرينجهام. هو كمان محمد صلاح هو أول لاعب يسجل هاتريك مع ليفربول من سنة 1988 في بالظبط. المباراة الافتتاحية، واول يعني اللاعب اخر لاعب في ليفربول عمل جاب هاتريك في مباراه افتتاحيه كان جون ألدريدج بالظبط. امام تشارلتون في المباراه الافتتاحيه في 1988. كمان بالنسبه لليدز، هو اول فريق صاعد يسجل 3 اهداف على ارض المنافس يعني خارج ارضه من سنه 2008، والمفارقه بقى ان
اخر فرقه عملت كده كانت هال سيتي امام مانشستر يونايتد، وبرضه خسروا 4-3. يعني كان بالظبط. اتفضل. مباراة ليفربول وليدز، هي تاني مباراة في تاريخ البريمير ليج يتسجل فيها 5 أهداف، أكتر من 5 أهداف في المباراة الافتتاحية. من المعروف إن البريمير ليج مستوى التهديف بالنسبة للمباراة هو 2.9. امبارح كان مستوى التهديف لغاية دقيقة 29 كان 4 أهداف، فكانت مباراة غزيرة الأهداف يعني. هي أما بالنسبة مباراة فنيا كانت حلوة جدا في الحقيقة، يعني الناس اتمتعت بالمباراة دي، رغم ان احنا عندنا هنا في مصر طبعا كله بيشجع محمد صلاح وليفربول عشان بإذن الله يقدر يفوز بالموسم الثاني على التوالي ببطولة الدوري الإنجليزي، وده رقم مهم جدا وهيبقى شيء كويس بالنسبة لمحمد صلاح في إطار الأرقام الكتيرة اللي بيحققها في الحقيقة. لكن أنا عايز أتطرق معاك وأختم معاك بخصوص المصريين المحترفين في بطولة الدوري الإنجليزي، وإحنا عندنا 5 ما شاء الله السنة دي موجودين في الدوري الإنجليزي، وتقييمك حتى الآن لمستوى محمد النني مع أرسنال اللاعب، وأيضا محمد صلاح في مباراة الأمس. النهاردة حجازي كان ممكن يلعب لكن ما لعبش، ما شاركش في مباراة ويست بروميتش وليستر سيتي، ولسه عندنا تريزيجيه والمحمدي إن شاء الله هيلعبوا قريبا. رأيك ايه؟ والله انني امبارح عمل مباراه كبيره جدا، اه طبعا. قدم اللي مطلوب منه. لا يعني عمل 64 باص امبارح، 4 منهم بس خطا وكانوا في اماكن مش مؤثره. هايل في التحولات، بيفك مشاكل خط الدفاع بالضغط اللي عليهم. بيقدر ان هو يعمل لونج باص كويس جدا، عمل اللي عليه، حائط صد قدام الباكات بتوعه. تمام. فامبارح محمد النني كان هايل جدا بصراحه صح. يعني. انا من المباريات اللي شفتها للنني، وانا مبسوط ان هو بالاداء وكمان بتاعه صعب قوي، دلوقتي صعب يعني. لما انت تبقى موجود في ارسنال وتخرج اعاره وترجع تلعب اساسي في ارسنال، فدي حاجه كبيره جدا وحاجه اكيد مميزه بالنسبه بالنسبه لنني يعني. اكيد. اما بالنسبه لصلاح امبارح عمل حوالي يعني 87 لمسه للكوره، تمام 35 منهم في الفاينل ثيرد يعني، في اكيد. الجزء الهجومي. شاط على المرمى حوالي 9 مرات. بخلاف طيب بخلاف الارقام، تتوقع ان شاء الله باذن الله ان الخماسي المصري يتالق في البريمير ليج السنه دي؟ والله الخماس المصري كلهم دلوقتي عندهم خبرة كويسة جدا في البريمير ليج، مفيش حد يعني، مفيش واحد منهم هو أول موسم ليه في البريمير ليج، بالظبط. بالذات تريزيجيه، لأن هو السنة اللي فاتت مخلص الموسم بفورمة كويسة جدا، والموسمين يعني لاحمين في بعض، فأنا أتمنى إن هو تمام يعني ان شاء يستمر الله. على اكيد نفس اكيد الفورمة اكيد يعني. نتمنى لهم كل التوفيق باذن الله. مهندس سيد فاروق طبعا مستشار التقني السابق لنادي مانشستر سيتي كان معانا طبعا من خلال سكايب في مداخله كانت مهمه جدا. طبعا كان المستشار التقني السابق لنادي مانشستر يونايتد مش مانشستر سيتي، كان ضيفنا العزيز واتكلمنا معاه في بعض الامور.